أهلا بحضراتكم من جديد. لمعرفة المزيد عن خطورة الزيادة السكانية على الوضع الاقتصادي معنا على تليفون دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار. دكتور مساء الخير. مساء الخير، تحياتي لحضرتك والكذا مشاهير. أهلا وسهلا. الحكومة حذرت من خطورة النمو السكاني المتسارع اللي بيلتهم ثمار التنمية مرارا وتكرارا، شايف الخطورة دي إزاي؟ هو الحقيقة التوجه أو المنظور اللي بتتحرك فيه الحكومة هو اللي مفترض يكون ذات التوجه أو المنظور اللي بتتحرك فيه الأسرة، لانه حسبه سهله وبسيطه داخل الاسره انه الدخل اللي بينفق على اثنين غير اللي بينفق على اربعه غير اللي بينفق على ثلاثه. نفس الامر بالنسبه للدوله، انه موارد الدوله اللي بتنفق على 20 مليون غير اللي بتنفق على 50 مليون غير اللي بتنفق على 100 مليون. السؤال الاساسي اللي دوما بيسال، طب ما هو المواطن او العنصر البشري ده راس مال في حد ذاته، واحنا ليه مش بنستفيد؟ هو احنا لما بنيجي نعمل مشروع بدايه علشان نجني منه مزيد من الارباح، بدايه بيكون في تكاليف بتضخ في البدايه. فهو الى اي مدى المواطن هو راس مال حقيقي يمكن الاستفاده به، ده بيحتاج لانفاق كبير للغايه. وبالتالي علشان يكون العنصر البشري عنصر منتج، مهم ان انا اصرف عليه تعليم وصحه ودعايه وتربيه وما الى ذلك. هو سؤال، هل الاسره قادره على هذا الامر؟ يعني اذا كان متاح ليا داخل الاسره ان انفق على واحد او اثنين، هيبقى بالتاكيد الانفاق افضل واكثر كفاءه لو هذا الانفاق تم توزيعه على اربعه او خمسه او سته. نفس الامر فيما يتعلق بالدوله، انه الموازنه اللي بتحمل باعباء كبيره للغايه مؤكد انها لن تتحمل هذا، لانه في النهايه المولود الجديد وهو يولد مفترض بيكون له نصيب في كافه المرافق، له نصيب في مياه الشرب، في الصحي، في الكهرباء، في المأكل، في المشرب، في التعليم، في الصحه، في الرعايه الاجتماعيه. وبالتالي هو عبء اذا لم تكن موارد الاسره قادره على تاهيله، وايضا على مستوى الدوله هو عبء طالما انه موارد الدوله لا تستطيع ان تلبي هذه الزياده السكانيه الكبيره. من منظور اقتصادي احنا الحقيقه دوما نتحدث عن انه علشان المواطن يشعر بتحسن في مستوى المعيشه، مهم انه يكون النمو الاقتصادي اللي بيتحقق تقريبا اكثر من ضعفين الزياده السكانيه. وبالتالي اذا كان لدينا نسبه زياده سكانيه 2%، يبقى احنا محتاجين نعمل معدل نمو اقتصادي فوق 6%، ومش سنه وسنتين، لكن نستمد عليه على مدى فتره زمنيه طويله، وان يكون مقترن بثبات واستقرار، بمعنى انه ما نعملش في سنه 6 وبعدين نرجع نعمل 2 وبعدين نرجع نعمل 8، لا، مهم انه يكون في فتره زمنيه طويله يتحقق فيها هذا المعدل من النمو الاقتصادي اللي بيتخطى ضعفين الزياده السكانيه. مؤكد كل الظروف اللي بتمر بيها او اللي بيمر بيها المجتمع الدولي، احنا شفنا الحقيقه جائحه كورونا جات لتقسم معدل النمو الاقتصادي على المستوى الدولي وتقريبا في معظم دول العالم. وبالتالي ده بيحدث رده، وده بينعكس تباعا على مستوى معيشه كافه المواطنين في كل بلاد الدنيا. وبالتالي هو الحقيقه احنا امام تحدي كبير للغايه، مش بس تحدي امام الدوله، لكن اعتقد انه تحدي امام المواطن ذاته. الى اي مدى نحن لدينا رغبه، وهقدر لدينا رغبه قويه انه احنا يكون ما هو جديد داخل الاسره، لو في طفل جديد، الى اي مدى يكون لدينا رغبه انه هذا الطفل او هذا الشاب يكون صالح. وده لن يتحقق الا اذا كان لدينا القدره على ان احنا ننفق عليه نفقه جيده يضيف لنا فيما بعد، لكن اذا لم ينفق هذا الامر، مؤكد انه ده هيظل عبء مش بس الفتره الزمنيه الاوليه في مرحله التعليم، لانه ده بيظل يستنزف لحد لما بيدخل معايا العمليه الانتاجيه بعد تخرجه من الجامعه، لكن هيظل طول عمره اذا لم يحصل على تعليم وصحه ورعايه خلال فتره التاهيل اللي هي ال 20 سنه او 22 سنه، هيظل عبء معي طول حياته وعبء على المجتمع ككل. اكيد. ازاي يمكن الحد من التاثيرات السلبيه للزياده السكانيه على مقاومات التنميه الشامله وعداله التوزيع دكتور؟ اتصور نقطة البداية هو التوعية والثقافة، يعني ما يقوم وده يحصل ازاي؟ يعني التوعية او توعية المواطنين من خطورة هذه الزيادة على الوضع الاقتصادي. عبء كبير للغاية ملقى على المدارس، على الجامعات، على الجوامع، على الكنائس، على الإعلام والصحافة، على الأسرة ذاتها. وأتصور إنه ده يجب أن يكون هذا العبء في إطار من المسؤولية. مؤكد الدولة أو الحكومة لديها خطط في هذا الامر، لديها استراتيجيه عامه بتتحرك فيها، لكن هيظل انه مسانده قويه من جانب المجتمع، من جانب المواطن، امر هام للغايه. احنا لم نكن نستطيع ان نجتاز برنامج الصحه الاقتصادي صعب وقاسي الا اذا كان المواطن هو راس الحربه فيه، وده اللي كان دوما
الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث عنه، انه المواطن هو كان البطل. ما يتعلق بالازمه السكانيه او الزياده السكانيه الحقيقه الكبيره، يجب ان يكون المواطن هو راس الحربه، وهذا لن يتحقق الا من خلال توعيه وثقافه يكون الجميع ملتزم فيها، كما اشرت البيت، المدرسه، الجامع، الكنيسه، كل هذه المؤسسات يجب ان تلعب دور هام للغايه في هذا الامر. ممتاز، بشكرك شكرا جزيلا دكتور هشام ابراهيم، استاذ التمويل والاستثمار.